بمزيد من الدعم للقوى الأمنية في وجه الهجمات السياسية التي تتعرض لها، رد نواب الشمال وفاعليات مدينة طرابلس على المعلومات الأخيرة حول استهداف العميد وسام الحسن، وذلك عقب اجتماع تداعوا إليه في دارة النائب محمد كبارة. موقفنا هو بالتأكيد لدعم القوى الأمن الداخلي ولإدانة أي مسلسل إرهابي قد يعود إلى البلد نتيجة ربما لما تشهده الساحة السورية من تفاعلات أمنية تضخمت في الآونة الأخيرة. وفي نفس الوقت نحن أصرينا على أن الهجمات السياسية التي تعرض لها القوى الأمنية وتحديدا قوى الأمن الداخلي قد تكون هي أحد المسببات لما تتعرض له هذه القوى من محاولات اعتداء على الصعيد الأمني وعلى صعيد الاغتيالات. وفي موقفنا مساندة كاملة لهذه القوى في دورها وتشجيعا على دورها لحفظ الأمن في كافة المناطق اللبنانية وتحديدا في مدينة طرابلس. أيضا لو لم تكن مؤكد هذه المعلومات لما كان أزاعها وزير الداخلية، فمجرد إعلان عنها تعني أن هناك معلومات جدية، وهذه المعلومات وفق ما نعرفه هي معلومات صادرة عن مراجع أمنية لبنانية ومراجع أمنية أيضا غير لبنانية. فتفت أضاف أن الجهة المنفذة لمحاولة الاغتيال لبنانية، إنما قد تكون مرتبطة بما يجري في المنطقة والتفاعلات الأمنية التي شهدناها في الأيام الأخيرة في الداخل السوري.